شكرا 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 زميلي عبد المحسن، صب عليك بالخير وصب على القاده وصب على المشاهدين الكرام اللي يتابعونا دائما في برنامج صباح الخير. مثل ما تفضلت، احنا موجودين في منطقه الصبيه وبحر واحد، اكتشاف اقدم معبد في منطقه الخليج في منطقه الصبيه والتي تقع شمال دوله الكويت ويعود الى حضاره العبيد، ويقدر عمره 7300 عام تقريبا، ووجود البعثه الكويتيه والبعثه البولنديه في هذا الموقع التابع للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. معانا نواف الرشيدي الباحث في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. نواف يعطيك العافيه وعساك على القوه، وما شاء الله الفريق الكويتي اللي موجود معه البعثه البولنديه. ودنا نتكلم يعني كهذا الموقع اللي انت شايفينه يقدر تقريبا ب 7300 عام. الله يعافيك ويا مرحبا فيكم. هني موقع بحر واحد في منطقه الصبيه في دوله الكويت، عملت فيه البعثه البولنديه والكويتيه منذ 10 سنوات تقريبا، وعثر على مدينة سكنية تعتبر من غرف مربعة الشكل، عثر على معثورات فيها عن طريق معثورات فخار مستورد اللي يكون ملون الفخار المحلي في منطقة الصبية، وعثر على كذلك على عدة أفران فخارية وعلى خواتم وعلى خرز من الأصداف البحرية. هذا المعبد وهذا الموقع من 7000 سنة قبل الميلاد، 7000 سنة قبل الميلاد. لو نتكلم اخوي نواف الرشيدي، كونك انت باحث اثار في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، تعتبر الصبية يعني ارث تاريخي جسد حقبة حضارة ما قبل الميلاد مثل ما تفضلت، وهي يعني على ارض دولة الكويت، واحنا عارفين ان الصبية مرت بثلاث مراحل يعني مهمة جدا، يعني اولها العصر الحجري. نعم، عبارة عن يعني ثلاث فترات على ما قلت، طبقات تبدا من طبقات من الاعلى الى الاسفل، وحنا نقوم في المجلس الوطني على متابعه واكتشاف الاثار والموقع مع البعثه البولنديه بالاضافه الى الفريق الكويتي، بالاضافه نقوم في حمايه الموقع الاثاري عن طريق تسييج المكان ومراقبه الموقع في عمل دوريات على طول مراقبة الموقع. نعم، احنا قاعد نشوف المكان مسيج بالكامل، واكيد ان عندكم امن موجودين هنا، لكن احنا قاعد نشوف يعني حتى البحث بطريقة يعني حساسة جدا وبطريقة يعني صعبة جدا، عرفت شلون؟ يقدر مثلا حتى ما يقدر يخرب اي شيء. نعم، هنا تقوم الاكتشاف في البحث الاثاري على طريقة دقيقة، يعني ينزل شوي شوي يعني ويقوم بتصوير الموقع وتنظيف المكان والمحافظة عليه. نعم، حتى كاميرتك قاعد تاخذ الان لقطات على الفريق الكويتي والفريق البولندي اللي قاعد ياخذ. نبي نعرف الاماكن اللي لقيتوا، نشكر تقريبا كم كذا موقع، خلينا موقع موقعين ثلاثة أربعة خمسة. طبعا منطقة الصبية غنية في المواقع الأثرية من بيوت سكنية وأيضا إلى المدافن القديمة طبعا، ومواقع كبير على خط من الصبية إلى مرتفعات جبل الزور باتجاه الجهرة. نعم، احنا قبل فترة كنا موجودين معاكم، كنا في موجودين في منطقة النويصيب، وحصلنا على كذلك موقع آثار في هذه المنطقة، لكن ما شاء الله أنت الآن البحث الجاري وموجودين معاكم، حتى أشوف الفريق البولندي فريق كامل وقاعدين ياخذون، وبعدين وهم يلقون الشغلات أنه قاعد يكتبون بعض المعلومات اللي موجودة. نعم، الفريق البولندي يتعدد من أكثر من فريق، يعني في فريق يعمل هنا وفي فريق يقوم في المسح وفي فريق يعمل في التنقيب تحت المياه. يعني الآثار اللي أنت أنا حصلتوها في هذا الموقع تحتفظون فيها في موقع معين؟ هل راح يتسيج؟ هل راح نحط له زجاج؟ هل راح نحط له مثلا في موقع معين تودونه مثلا عندكم المجلس الوطني؟ الآثار المكتشفة يعني في آثار منقولة نقوم نوديها المتحف ونحافظ عليها، وفي المختبر نقوم في دراستها، والآثار الموجودة على الأرض هنا تبقى هنا في المحافظة عليها. نعم، هذه منطقة الصبية بحر واحد، احنا نشوف هذه كانت منطقة بحرية بالسابق. نعم، هذه الأصداف اللي موجودة وآثار البحر مبين أنها كانت يعني البحر واصل إلى هنا. كون أنت في آثار في كنت باحث في آثار في الآثار وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أنتوا لقيتوا في أكثر من موقع في الصبية، يعني الآن نوصيب والصبية، في أماكن ثانية أخرى موجودة؟ إيه نعم، في جزيرة فيلك أيضا مواقع، في جزيرة عكاز مواقع أثرية. احنا نتكلم أن 7300 عام يعني قبل الميلاد شيء مو سهل، عرفت؟ نعم، الكويت يعني فيها آثار قديمة جدا 5000 قبل الميلاد، يعني 7000 سنة من الآن،
وقبل الميلاد في موجودة في الحضارة الدلمونية في جزيرة فيلكة، والقلعة الهيلسينية في جزيرة فيلكة، يعني وفي الفترات الإسلامية القديمة كلها موجودة في أرض الكويت. احنا عرفنا الفريق البولندي وصل تقريبا الساعة 4 الفجر يوميا يكون موجود على أساس انه يقدر على راحته حتى يقترب من الساعة 11 يكون على الأقل البحث انتهى. يعني هذا ايش كذا راح تستمرون في هذا الموقع؟ الموقع يعمل البيت البولندية مدة 45 يوم تقريبا. لمدة 45 يوم. 45 يوم طوال يعني المواسم. احنا نقول الله يعطيك العافية أخوي نواف الرشيد، عساك على القوة، ومن باحث في آثار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. يعني هذا ما شاء الله موقع أثري جميل جدا، وإحنا قاعد نشوف ما شاء الله الفرقة والفريق البولندي والفريق الكويتي يعملون بجهد لمدة 45 يوم للحصول على آثار أكثر وأكثر. مشاهدي الكرام، كنا معكم في منطقة الصبية، هذا البث الحي المباشر من هذا الموقع في بحر واحد ووجود آثار قديمة تبلغ 7300 عام في هذا الموقع. رح نرجع إلى قادة ونرجع إلى عبد المحسن لتكملة الفقرات المفيدة والمتميزة لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.